بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. النهارده هنعمل فراخ بصوص الليمون والسبانخ، وهنعمل كمان سلطه الافوكادو بالحمص والطحينه، وهنعمل عصير الاناناس بلبن جوز الهند. تعالوا نشوف المقادير بتاعه الفراخ. هيبقى فرخه هنقطعها 8 قطع بالعضد. هنجيب سبانخ، لو في فريش يفضل، بس انا ما لقيناش فريش فجبنا السبانخ الفروزن عاديه. مرقه، جبنه بارميزان، ثوم مفروم، قشطه، زعتر وبابريكا وزبده وعصير ليمون كوبايه كبيره كده. تمام. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط، طبعا انا مسخنه الحله جدا، هنحط الزبده الأكلة دي من الأكلات الصيفية الحلوة، يعني بتحب الصيف الأكلة دي. هنتبل الزبدة بالفلفل الأسود وحبة صغننين خالص من الثوم المفروم، وكمان زعتر وبابريكا، يعني حاجة صغننة كده نتبل بيها بس الزبدة قبل ما نحط الفراخ، بما إننا مش متبلين الفراخ. نقلب كده الزبدة بالتوابل بتاعتنا، بتعمل ريحة حلوة قوي. اول ما الزبدة تسيح خالص وتبتدي تسخن قوي هبتدي احط الفراخ. لازم الفراخ تتحط في درجة حرارة عالية عشان المسام بتاعتها تتسد وما تنزلش المية فبتعمل زفارة. فهستنى لغاية ما الزبدة تسيح خالص وتسخن كويس قوي معايا، وهحط الفراخ واحدة واحدة مش كلها على بعض عشان ما تبردش الحله بتاعتي. ممكن مبدئيا كده نحط القطع على جنب، بس نبتدي بقى نجيب الفراخ. ونحط قطعه قطعه ونحطها كده من الناحيه اللي فيها الجلد. طبعا نغسل الفراخ كويس قوي، بنغسلها بنحطها ساعتين في ميه بدقيق، نشطفها كويس قوي، بعدين نحط ميه نملاها ليمون ونشطفها كده بالخل والملح، ويا ريت لو نسيبها ساعتين كده في ميه بليمون كمان، عشان لما بنصفيها ما يبقاش فيها اي ريحه من ريحه الزفاره. نحطها كده بس وكده خلاص، نقفل عليها ونبتدي بقى نعمل الصوص بتاعنا. هحط هنا الزبدة، سيبها كده شوية لحد ما تسيح. الزبده دي اول ما تسيح هبتدي بقى احط الصوص اللي احنا هنعمله، اللي هو عباره عن ثوم مفروم في الاول، وهنحط معاه الفلفل والملح والبابريكا والزعتر، وبعد كده هبتدي احط السبانخ. احس انها كده نزلت الميه بتاعتها وتشوحت كويس، وبعد كده هحط الليمون، وفي الاخر خالص هحط القشطه. القشطه مش هحطها دلوقتي. هنبتدي بقى نحط السبانخ، نحطها كده ونقلبها. هي اصلا هتتشوح على طول عشان الزبده سخنه جدا. الزبده السبانخ طبعا بردت الزبده. اول ما احس ان السبانخ كده سخنت قوي هبتدي احط لها الثوم. اهي ابتدت تغلي، هحط الثوم المفروم. دول 3 تومات مفرومين، ومفرومين شايفين ازاي، فرم ناعم جدا عشان الصوص ده ما يبانش منه اي حاجه في الفراخ، يعني حتى السبانخ احنا منعمينها. نقلب. الريحه بقى بقت حلوه جدا. نبتدي بقى نحط البابريكا. مش هنحط كل حاجه عشان في حاجات هتتحط على الفراخ. الزعتر والفلفل الاسود كده، الملح بس نبتدي بقى نفتح دي. هنحط بقى بقية البابريكا بتاعتنا والزعتر، بس ونقفلها كده ونطلع فاصل، نرجع نكمل بقية أكلاتنا. خليكم معايا. رجعنا من الفاصل، الفراخ اهي ابتدت تتحمر شويه. نبتدي بقى نشوف هنكمل صوص السبانخ ازاي. السبانخ كده خلاص اتشوحت كويس قوي، هنبتدي نحط لها الليمون. هنحط كوبايه الليمون كلها، انا عارفه كتير بس هي بتدي طعم حلو قوي. واول ما احس ان الليمون ابتدى يغلي غلوه واحده بس هحط على طول القشطه. تمام، عقبال بقى ما السبانخ تغلي تعالوا نشوف السلطه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. عباره عن هي سلطه كريمي شويه، عباره عن حمص مسلوق وطحينه وتوم مفروم او مهروس خالص وكزبره خضراء مع بقدونس وافوكادو متقطع، عشان هنطحن كل الحاجات دي مع بعض. تمام كده السبانخ ابتدت تغلي، هنحط القشطه، هنوطي على النار خالص. ونقلب كده كل حاجة مع بعض. خلاص هنقفل عليها النار كده، احنا مش محتاجين كده حاجة خالص، احنا مستنية بس الفراخ تتحمر اكتر من كده. هحط عليها الصوص ده مع المرقة وكده خلصنا. نبتدي بقى نشوف احنا هنبقى محتاجين ايه. هنحط المكونات دي كلها مع بعض. هنحط الافوكادو كده مع الحمص مع الطحينة والثوم المفروم او المهروس، يعني النهارده كل الثوم عندي مهروس. وهنحط حبه كده صغيرين من الكزبره على البقدونس. وهنحط حبه صغيرين من الميه عشان بس تتحرك معانا. نبتدي بقى نحط لها ملح وفلفل، فلفل صغيرين، بس كده هي بقت جاهزة معانا. بتتاكل ساقعة او عادي، يعني ما بتفرقش، هي بتبقى لذيذة قوي كمان وهي ساقعة. انتوا لو حابين يعني تحركوها شويه بشويه زيت مفيش مشكله، بس انا حاسه ان الطحينه اصلا بيبقى فيها زيت كتير، فبحس ان انا مش هتبقى محتاجه يعني. هنحط كده نزوقها كده وكده، يبقى خلصنا النهارده طبق السلطه بتاعنا. نبص كده على الفراخ، هي تاخد اللون شوية. هنحط لها شويه مرقه صغيرين قوي ونقفل عليها تاني لحد ما نعمل عصير الاناناس بلبن جوز الهند. هنشوف دلوقتي بقى مقادير عصير الاناناس بحليب جوز الهند. اناناس كمبوت بالعصير بتاعه بالشربات بتاعه وفانيلا وبودرة كريم شانتيه وسكر وتلج وحليب جوز الهند. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط كده الحليب او اللبن لو حسيت ان هو محتاج تاني احط. وهحط الاناناس والتلج والسكر بس مش كتير، معلقتين كبار، وبودرة الكريم شانتيه، معلقة بودرة كريم شانتيه كبيرة، والفانيلا برضو ايه معلقة صغيرة. تمام كده، ده من العصاير الحلوة جدا ومفيدة جدا وبتتشرب ساقعة. تمام كده، نبص بقى على الفراخ اهي ابتدت خلاص. نبتدي بقى نعمل ايه، نحط صوص السبانخ بتاعنا اللي بالليمون والقشطه. ونقلبه كده، ومع اول غلوه نبتدي بقى خلاص نغرفه. الاكله الحلوه بتبان الاول من ريحتها، وريحه حلوه جدا وشكلها لذيذ قوي ومفيده، فيها حاجات كتير يعني الاطفال حتى اللي ما بتحبش السبانخ هي مفرومه هنا مش باينه، وفيها حاجات كتير تخليها ما تبانش قوي. ممكن نزود على الحاجه دي كريمه لو انتوا حابين. نبتدي بقى شايفين لونه حتى جميل جدا، اللون الابيض ده بيبقى حلو قوي. نجيب اناناسيه كده وكده. خلصنا النهارده الحاجه التانيه بتاعتنا اللي هي عصير اناناس بلبن جوز الهند. كده الفراخ اهي بتغلي، نبتدي بقى نغرفها. والفراخ لما بتبقى متقطعه 8 قطع بتبقى صغيره كده، وفي نفس الوقت اللحم بيبان فيها، وبتبقى احلى لما بتبقى متقطعه 4 في السبانخ او في الطبخه اللي احنا عاملينها دي. نحط واحده كمان. نبتدي بقى نحط الصوص كده، بس نحط بقى الجبنه البارميزان، لو مش متوفره ممكن نحط الجبنه الرومي، بتدي طعم حلو قوي لما بنحط عليها الجبنه وهي سخنه كده، فالجبنه هتسيح شويه. نحط كده ونحط ده كزبره على بقدونس كده نزوق بيه الطبق. يبقى كده النهارده خلصنا، عملنا وصفات جديده ومختلفه. عملنا النهارده فراخ بصوص الليمون والسبانخ، وزودنا على الصوص قشطه، وزوقناها بالجبنه البارميزان والبقدونس والكزبره الخضراء، وعملنا كمان سلطه الافوكادو بالحمص المسلوق، وعملناها كمان بالطحينه، واخر حاجه عملناها معانا مشروب الاناناس بحليب جوز الهند. يا رب الوصفات تكون سهله وبسيطه وعجبتكم وصفاتها، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.